السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل على حركة المقذوف أفقيا. المسألة رقم واحد، على الطالب قراءة المسألة وتحديد المسألة من أي درس، من المقذوف الأفقي ولا المقذوف بزاوية، ثم تسجيل المعطيات والمطلوب. سقطت سمكة من منقار بجعة أثناء طيرانها في مسار أفقي علوه 5.4 متر. إذن هذه المسألة من المقذوف الأفقي، لذلك على الطالب أن يرسم خط أفقي وخط رأسي بهذا الشكل مشان تسجيل المعطيات. منرد بنقرأ مرة تانية، سقطت سمكة من منقار بجعة أثناء طيرانها في مسار أفقي علوه، كون ذكر العلو إذن هذه في الحركة الرأسية، إذن دلتا واي تساوي 5.4 متر. قطعت السمكة مسافة أفقية مقدارها قبل اصطدامها بسطح الماء، المقصود هذه المسافة اللي هي دلتا إكس وهذه دلتا واي، منسجلها في مكان الملخص. كم كانت سرعة البجعة لحظة سقوط السمكة؟ بده سرعة البجعة الابتدائية، يعني السرعة هنا بي اكس كام؟ بنحطها هنا. إذا هذه عندنا، شو عندنا معطيات تانية؟ عجلة الجاذبية. وشو بنتذكر من النظري؟ بنتذكر من النظري إنه زمن الحركة الرأسية يساوي زمن الحركة الأفقية. إذا نحن بنستطيع من معرفة الارتفاع الرأسي وعجلة الجاذبية والمطلوب الزمن، إذا نستخدم معادلات الحركة الرأسية. هي معادلة الحركة الرأسية، دلتا واي تساوي ناقص نصف عجلة الجاذبية في مربع الزمن. دلتا واي موجودة والعجلة موجودة، المطلوب الزمن، إذا نستخرج منها الزمن بالرموز. استخرجنا منها الزمن بالرموز، دي وتساوي الجذر التربيعي، الاثنين بتنضرب بالدلتا واي وتتقسم على الناقص جي، ومنعوض. عوضنا، لاحظ انه عوضنا دلتا واي بالسالب. ليش عوض دلتا واي بالسالب؟ لانه الحركة عم تكون دلتا واي للأسفل، لانه السمكة عم تسقط في هذا الاتجاه، يعني عم تسقط في هذا الاتجاه، الاتجاه السالب، فبيطلع لنا الزمن بهذا الشكل. منعوض الزمن هذا بمعادلة الحركة الأفقية. هي معادلة الحركة الأفقية، شو المطلوب فيها؟ المسافة الأفقية موجودة، الزمن موجود، المطلوب السرعة. نستخرج منها السرعة دي اكس وتساوي دلتا اكس على دلتا تي، ومنعوض بيطلع لنا الجواب. بتمنى أكون وضحت لكم الفكرة، وفي انتظار تعليقاتكم وأسئلتكم.